تحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم فعاليات الدورة 15 من معرضي آيدكس ونافدكس 2021، والتي ستستمر حتى 25 من فبراير الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 900 شركة وخمس دول جديدة. ويعرض خلالهما أحدث ما توصلت إليه قطاعات الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات. ومن داخل معرض آيدكس في أبو ظبي ينضم إلينا مراسل الشرق عيسى المرزوقي. عيسى، أهلا وسهلا، صباح الخير. أنت الآن في المعرض، ما تفاصيل هذا المعرض وعلى ماذا يحتوي وماذا بشأن إجراءات كورونا والدول المتواجدة؟ نعم، أهلا بك هاني أولا، وصباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. طبعا نتواجد نحن حاليا في معرض آيدكس ونافدكس. معرض آيدكس المعني بالشؤون الدفاع أو الأسلحة البرية والأسلحة الجوية، أما نافدكس فهو معني بالأجهزة أو الأسلحة البحرية. هناك 17 قطعة بحرية وصلت إلى أبو ظبي ستشارك، ستقدم عروضا حية للمشاهدين سواء كبث افتراضي أو المتواجدين هنا. هناك عدة دول مشاركة. طبعا إذا نتحدث عن نافدكس فهناك الولايات المتحدة تتواجد، اليونان، هناك أيضا مملكة البحرين الشقيقة، بالإضافة إلى بريطانيا وعدد من الدول. أما آيدكس فبحسب ما ذكرت أنت فهناك 600 هناك 60 شركة عفوا هناك 60 دولة عفوا و900 شركة. تشكل الشركات الإماراتية 16% من هذه الشركات. نحن نتواجد هنا حاليا في المعرض. المعرض ليس معني فقط بالأسلحة وهذه المعدات، بل هو أيضا معني كذلك بالأمور الدفاعية من ناحية الخوذ الدفاعية أو من ناحية كذلك واقي الرصاص، بالإضافة إلى الأحذية العسكرية كذلك. الإجراءات الاحترازية طبعا متواجدة هاني، لا يمكن الدخول إلى المعرض إلا بوجود فحص PCR لم يكمل عليها 48 ساعة. ونحن بصدد عمل لقاء بعد قليل مع محافظ الهيئة السعودية للصناعات العسكرية المهندس معالي المهندس أحمد العوهلي للحديث عن مشاركة السعودية القيمة، وهي المشاركة النوعية التي تشارك فيها السعودية هذا العام في معرضي آيدكس ونافدكس. نعم عيسى، بالحديث عن السعودية يعني وأنت ذكرت بأنها مشاركة قيمة، هل المعرض في هذا العام يحتضن السعودية في جناح أكبر، ربما في معدات عسكرية أكبر؟ ونعرف أنه توجه رؤية السعودية الآن بدأ يظهر على السطح من خلال أن تكون السعودية مصنعة وليست فقط دولة تستقبل وتشتري هذه الأسلحة. نعم هاني، كما ذكرت بأن مشاركة السعودية في معرضي آيدكس ونافدكس هي مشاركة نوعية 12 شركة، وهي المشاركة الأكبر للسعودية في هذا العام. السعودية تتواجد كما ذكرت ب 12 شركة تحت شعار استثمر في السعودية. أنا أود أن أضعكم في قلب الحدث من ناحية المتواجدين حاليا. جميل. هناك عدد من أصحاب المعالي، تواجد كما ذكرت معالي المهندس أحمد العوهلي، كذلك السفير السعودي تركي الدخيل، متواجدين هم حاليا في هذا الجناح لأخذ صورة سريعة على هذا الجناح. عيسى، بالنسبة للتدريبات المباشرة والاستعراض عفوا المباشر كما ذكرت سيكون بجانب المعرض. نعم. هناك منطقة محددة، كيف سيكون هذا الاستعراض المباشر؟ نعم، الاستعراض على الأغلب ستكون هناك عدة استعراضات. طبعا نحن متواجدون في أدنك مركز أبو ظبي للمعارض، وهو مركز كبير جدا بقاعات هائلة، بالإضافة إلى وجود مرسى هنا للقطع البحرية. كما ذكرت هناك 17 قطعة بحرية موجودة في الميناء للعروض العسكرية أو الخاصة بالقوة البحرية. أما بالإضافة إلى القوة العسكرية البرية والجوية، فستكون هناك عروض لكن بشكل محدود، ليست التي ستقدمها العروض البحرية. نعم نعم، دوما على قدر كل حدث. الزميل عيسى المرزوقي تتواجد فيه موفد الشرق من العاصمة الإماراتية أبوظبي، شكرا جزيلا لك.